حشرته عاد ولا إلى الراعيين إلى شريا وإبليس يا عوانتي شياطينتي وحا النبي عليه الصلاة والسلام تلمامي قف غمرك وقوري سكسوا بحو أخريا دعادا وحو هلي تلمامي الحمد لله وكفى وصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد ولا ليال وحيل الشيخنا إلى تلمامنا إن دعاء إيه وأذكار قفق أخرياء قفق مسلم كادن تيسو بشرتو إن بدنا مسلمين تكمل إذا نير إلى أن حريستين موينين الضيعين هذا وحي نصاق أظن دون هل دعو أو قفق دعاء سهدوق دعاء إلى عليو قول لازم أي الدنيا آخرة وكل إبانيو وحيت أي دعانا حديث أنس بن مالك أبو داود الترمذي صار الشيخ البناني وصحيحه وحى النبي عليه الصلاة والسلام تلمامي قف غمرك وقوري سكسوا بحو أخريا دعاء وحو هلي تلمامي قف مسلم كا انتو قوري سكسوا تسوق دنبو غيالنايا مساجد وصوب حياة قفق باهي باكو حيرا باهي اينا غو حيرناتا وحاجرتا عادوا لين الرعيين الى شنيا وإبليس يعوانتي شياطينتي وين يا شنيا او قفق مر الله لمرقا وصوبحو كدر كيكو تاغيه حيو تاغيين الى كلوميا هذا بس انا يقول من إلهي با يري ألم أقول لكم إلهي وحر رب سبحانه وتعالى يري إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطانك عدو إليه عدو كياش عدو قيني لإيرات المامة فرط لإيرات غفيقي أي كذلك إيرات تاقر سيها دبا عدو قانو غبت بادنو أي وحى رسولك عليه الصلاة والسلام يري قاشان كيلو فيس فقر يسمى دعادنا خرسطة وحى النبي قل عليه الصلاة والسلام قف قمرك قوري سكب حيو إلى هذا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله والبرخسية حتى هل دقيقة كاق هذا الميس دقيقة ما كاق وابنتاي ووحان دقيقة قاربا انت نكوه ليسا سوسع وطا وبسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فلا تأتي كلمة ده كوبان نبي وحي القفق مركو قولي اسقى صوبحة انتان اخريا مد دواقا دواقا ملك ما دواقا يا بس قفق لغورا يهودي تا وعلى مهنوني لما قال لنا الصلاة كستوحى لنا يهدينا الصلاة المستقيم إلهي يوشيك توسن مهنوني صلاة كست إلهي وحي نكبرنا انتا سوچر بفاتحة داخلنا وحي ندولينا محايتاي إنو إلهي نهنوني تهانون كيم حاب الغواب الغوصر دوية الغوف دوية وحلقويني هدي الدعاء لنا خريدين هديتا والوهنونين وكفيتا وانا الغوف اللانايا او وحكا ستو قفكو ديوان سكوغنا هيدا بهيدين وانا ماتو الهي با كافيقا قاكون نغنايا او قو الى قوف اللانايا دي قفكا الهي قوف اللانايا محو بهاي وحكا لو بهاي قدم قصد حاله ليس بحيته ووقيته ولا غير علينا يا حال غير علينا يا شيطان يا شر يا بلايا نبات ربنا لا غير علينا يا كي كذي كقوت أجنا أي سلها اللومي كي سلها نبات شيطان كي سلها نبات أي أبا إلهي ما كاي علينا يا أبا أنت رب هذا المحيط يا قفوا وحب أيمر بقولوا يسكسوا بحين البلايا ولا كنا بتقلوا إن أنا واحد نبات أركن أنا ودي بلا تقول من سيرا فضت به هل كان حد هل كان تروح هذا داخل المرك بدو يفسو بحيسين أي أصل ده حذن الرماد لغو بلن قاري إنه إلهي كهنوني نيو إنه إلهي كافي جا قلنا قنا يوح قصون الله شالا ورب سبحانه وتعالى كف لنا يا ده إلهي البرقس كم مرة إن لقى إلى علينا يا شر يا بلايا دبات أردن ده تشهدين تو رسولك عليه الصلاة والسلام شياطين أو دونين عبيد الله يحنايا
midaan waxba ogeyn baa is oranaya ku dhaqaaq oo qof qallumi intaanay cid kalaba la hadla baa shahaadaynta kala ku oranaya waar sideebaad ugu dhici kartaa qof ilaahay hanuuniyey oo uu ku finlaaday oo ilaahay ilaaliyey bal hadda u fiirso shaydaankii kalaba oranaya baa mas oranaya ma intaas dubi uga istaagay waa kelmada kooban ilmaha yar baa lagu tababari karaya odhan karaya waa waxaynu wada akhriyi karayno بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله انت سوكل يا دوي هذا قف نلشي صورنا ما انت انت مقيا يا اردن تيله ما قيل انا لكم كفاره قال ما انت قريه انه ولا بلو خلافات بدل بايس كجيره ان يرى الى ان حريسه موي ها سببته كانتي ان لغا يابا غوري قايل او بوق دغال ان قف دباتوين بدل خلافات وحيالة بدنا إيمانتان وعدد انت بدنا وحي كتاقين نبي محمد عليه الصلاة والسلام دريقي وشيحي وددي وشيحي بيك الله يحذر تشيدان قبل قد بحث هذا الدعاك وقصي الله يبقى إلى عدنا ساسي اللي قلنا وحي تدعى أذكار من خلق بوري قال سوق قلي الأخري سنة بسم الله ولتنا وبسم الله خرجنا وعلى الله وعلى ربنا توكلنا مقع إلهي بان قبحينا مقع إلهي بان قسوق قلينا ilaahayna waan tala saaranayna qofka hadduu adkaartaa sidaa u ilaaliyo waxaa ballana inaan gurigiisaba shaydaan ma soo gelina wadanabi maxamed baa u ballan qaaday calayhi salaatu wasalaam inaanu marku bannaanka u baxya shaydaan dhibin cadowgeenna waan wada ogsoonna wuu inaga dhaadhacsan yahay laakiin cadowga hubkiisii ma qaadanayno gaashaanki iyo diric iyo dhufayskii wixii laga gel lahaa ma samaynayno waynu istayacnay in badan oo maanta ka midana waa kuwa lagu leeyahay jiman baa galay sixir baa qabtay il baa ku dhacday waxaan oo dhanba waxay kaaga hadhi lahaayeen war bal hadda ilaah baan idinku dhaaliya qofka markuu ducadan akhristo baxa ee la hanuuniyo ee ilaahay ku finlaaday ee balaayo dhan laga ilaaliyey markaasaa shaydaan galaya xaaraan bay ka tahay inuu shaydaan galo markaasaa ilu ku dhacaysaa markaasaa sixir karaya dhufayskaagii dhammaaba adiga istayacayba waxaad balaayo dhan kaga gaashaa ma lahayd baa adigaa ka tegay haddaad adigu ilaalin lahayd cidikumay soo dhowaateen waxaa dhib maanta laga cabanayo ee cabasho taagana juujuuc taaganna maynu aragneene in badanoo ka mid a innaga istayacnaye aynu nafteena dib ugu noqonno oo adkaartaan ilaalinno ducooyinka gaar ahaan ducadan marka la akhrisanayo guriga marka laga baxo la akhriyayo ducadaan ilaalinno waxaa la sheegaa saxaabi saxaabadii nabiga ka mid a ayaa wakhti ayuu soo baxay deetana eeryadu deganaa baa gubatay baa la yidhi jalay hebel ow gurigaagii baa gubtay suuri wallahi inaan ugu dhaaftay ba wallahi inaanu guban hadda guryihii oo dhan baa wada gubtay meesha uu ku yaallay saar maxaad u dhaaratay lamaba ogide masuuli nabigaan ka maqlay qofka ducadan akhriya inuu ilaahay hanuuninayo ku finlaanayo shar oo dhan ka ilaalinayo markaas haaka ducadan baa soo akhristayo dee waxaan ogay inaan waxba igu dhacaynin xaafadii baa lagu noqday gurigiisii oo keliya ka badbaaday baa layidhi intii korna way gubatay qofkan muxuu aaminay weliba daa ducada iyo adkaarka mar qalsa waa qalbiga ka soo goodaa adigoo iska maqan oo fakerayo meel kale dee ka shaxaya hadday dee talow ma akhriyin mise maan akhriyin aad isku qabatid ba horta ducada horta ma akhriyin mise maan akhriyin oo dee qaflad ku akhridina kuma anfacaysa waa qalbigaaga way soo jeedisaa soo jeedi qalbigaaga ilaahay markaad baryaysid qalbiga u soo jeedi saas awgeed baa waxaan ognay innagu hadduu qofinka iskala ka hadlo isagoo iska maqan ama mobeelka iska foorro ama wax kale ku sheekaynaya ama iska foorro meel kale u jeeda hadduu nin madaxa la hadlo uu ka cadhoonaya waa arrinka macnaha waa maxay buu ku leeyahay maxaad u malaynaysaa walilaahi almasalu alaclaa ilaahay baa tusaalaha sala iska leh haddii alla aad soo horistaa haddii ilaahay aad baryaysid ama salaad ha noqotee ama duco ha noqotee haddaad ka waraa iska maqan tahay ama aad telefoonka ku maqan tahay ama aad arrinka fakaraysa ka shaxaysid ama baanad adoo xilli aad akhriday xilligaaanad kala garanayn tee mushkiladeeday leeda marka walaalayaal qalbigaanu soo jeedinno adkaartan daqiiqada ilbiriqsooyinkadaqiiqada xataa inaga qaadan mayso waa toban sikin baa laga yabaa inaga qaadataba bismi illahi tawakaltu cala allah laa xawla walaa quwata ilaa billah mar kastaan guriga ka soo baxayno yaan la ilaawin ubadka ha la baro ooriya ha la baro dhammaan cid kastoo guriga joogto hadday ducada akhrisato dee ilaahay baaba shaydaan kaa ilaalinayo
oo ku hanuuninaya oo kugu filnaanaya intaas aba walaalayaal hadaynu halka duco ku dhaafino oo in isku ilaalin marka guriga soo baxayno de ducooyinka kale macnaheedu ma aha in laga tagayo ee way aad bay farabadan tahay ducooyinka la akhriyay bal hadda khutbadeenan maanta ducadaasuun aynu kaga warramo kuwa kale insha allah maalin baad kaar baynu ku soo qaadan doonaa hadii rabbi subxaanahu wa ta'ala nagu simo barakallahu lakum اللهم عيسى الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى اللهم على سيدنا محمد.